من محافظة الوادي الجديد، والمحافظة تستضيف نجوم منتخب مصر القدامى في كرة القدم. متابعة مع حضرتك. حضور نجوم منتخب مصر لكرة القدم القدامى ومن مختلف أندية مصر، من الزمالك، الأهلي، المنصورة، المقاولين، إسكو، الإسماعيلي، والوادي الجديد، وبرعاية وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، وبحضور محافظ الوادي الجديد والمهتمين بالرياضة في الوادي الجديد. نظم اللاعبون القدامى العديد من الفعاليات بلقاء الشباب والفتيات وإقامة مباراة لكرة القدم للتأكيد على احترام الجميع للجميع وقبول الاختلاف والابتعاد عن التعصب. فبنقول للناس يعني بلاش التعصب، شجع فريقك وتقبل الهزيمة وافرح ساعة ما تكسب، لكن ما يبقاش في حاجة مش بتاعتنا. احنا كان شعب مصر كله في عاطفة عنده، ما يبقاش كده دلوقتي ان كل واحد بيشجع نادي وتعصب ليه. لا، احنا نتعصب لمنتخب مصر بس. انا طبعا الوادي الجديد، انا اول مره اجي في حياتي الوادي الجديد، بس لما جيت هنا اهلات طيبين والناس الجمال، وبامانه والله وانا داخل كده من المطار حاسس اللي انا في مكان، يعني الحمد لله اللي مصر فيه كل ما ما اروح مكان الاقي فيها مكان احسن من التاني. فانا سعيد جدا بوجودي والله بامانه، ومبسوط جدا، واكيد الكباتن الموجودين الكبار زمايلنا مبسوطين وسعداء بالمكان فعلا. انا اول مره بقول لك باجي الوادي الجديد، فانا مبسوط وسعيد جدا، واتمنى ان شاء الله باذن الله الزيارات ان شاء الله تتكرر باذن الله مره ثانيه. في هدف نبيل، انا شايفه هدف نبيل جدا، انك بتنبذ التعصب ده. ده حاجه محتاجينها قوي، محتاجاها الكوره في مصر دلوقتي، او الرياضه عموما يعني، وبالذات كره القدم في مصر يعني في الفتره دي. محتاجين ان احنا فعلا يبقى في تسامي، وفي نرجع للهدف الرئيسي من الرياضه، وهي التنافس الشريف والمتعه في الرياضه نفسها، اللي احنا الاجيال اللي احنا اتربينا عليها كده ولعبنا فيها كوره، وكان الجمهور فعلا بيتمتع بكوره بصرف النظر عن مين اللي هيكسب ومين اللي هياخد دوري او هياخد كاس. وجودنا ده من كل الانديه، سواء النادي الزمالك، الاهلي، الاسماعيلي، المقاولين، اسكو، المنيا، فده احنا بننبذ التعصب، بندعو، لان اللعيبه كلها اخوات زي ما انت شايف علاقتنا كده، كلها في رجوله جوه الملعب، لكن بعد الحكم ما بيصفر صفاره النهايه زي ما بنشوف الماتشات الاوروبيه، بتلاقي المدير الفني اول حاجه بيعملها بيسلم على المدير الفني التاني، وبينزل يسلم على كل اللعيبه ويسلم على الحكم من غير ما يهينه، من غير ما يكلمه في اي حاجه. الحمد لله كان ليا زيارات اكثر من مره في الوادي الجديد، منها زيارات خاصه للكابتن يحيى دياب واخوه السيد والاسره، وفي زيارات خاصه بالعمل في مجال الكوره. اخترت هذا المكان لان الناس هنا طيبين وعلى الفطره، غير الناس في الاماكن المزدحمه بقى زي القاهره، حاجات الناس متغيره شويه، لكن هنا لا، الناس طيبين وعلى سجيتهم وناس في منتهى الكرم. احنا بلدنا محتاجه هدوء، احنا في مرحله صعبه جدا، والحمد لله احنا بألف خير، وعايزين ناخد بالنا الانقسامات دي، وده بيعمل مشاكل وبيأثر وبيعمل تفرقه. احنا مهما عملنا مؤتمرات معالي وزير الشباب والرياضه المحترم اللي هو موجود معانا، راجل ما بينامش، راجل بيشتغل 24 ساعه مع المحافظ، الناس كلها، احنا كل ده كوم، وانتوا كاعلام كوم، يعني انت بتعمل حديث دلوقتي معايا هتعرضه في قناه تم، كم واحد هيشتغل؟ ملايين. انا صوتي مش هو اللي هيعمل، صوت الوزير مش هو اللي، لكن انتوا لازم، انتوا ليكوا تاثير قوي جدا، فاتمنى منكم ان الدور ده بتاعكم انتوا لازم تلعبوه عشان الامور تستقر وبلدنا تستقر، ويبقى حتى الدوري، يبقى المنافسات، يبقى انتمائنا ويبقى تعصبنا لبلدنا. النهارده مبادره ويوم جميل في محافظه الوادي الجديد، عنوان اليوم لا للتعصب في الرياضه وخاصه كره القدم. بنرحب بجميع الحضور واللاعبين القدامى وكل الحاضرين، واحنا بندعو للتوعيه ونشر الروح الرياضيه، وانا كرياضي اعرف قيمه الرياضه واهميتها في التوعيه والشباب، ونكون ان شاء الله متواصلين
في التوعية ولا للتعصب، وإن شاء الله مصر بخير بإذن الله. من الوادي الجديد رصد لكم تصريحات قدامى النجوم الرياضيين خالد عز الدين لصباح طيبة.